يرضى الله عنك. ليرضى الله عنك. هلا سكبت المزيد، سأطعم الطفل أيضا. شكرا. لن يأتي الغزاة فقط، ستأتي عائلاتهم أيضا. سلمتي. ستمتلئ سوغوت وسيأتي القادمون مع بركتهم إن شاء الله. بالا، أنهينا معظم العمل، سأذهب إلى بائع الأقمشة. بالطبع يا جونجا، نستطيع حل ما تبقى. بالتوفيق. شكرا لك. بالعافية. انظري إلى جمالها يا سيدة عائشة، ما شاء الله، إنها كالقمر. شكرا. أنت لك. محقة. ما شاء الله، أنت رائعة الجمال يا سيدة بالا. كنا دائما نتساءل من هي زوجة السيد عثمان. ما شاء الله، أنت جميلة جدا. شكرا لك. سمعت أن الغزاة قد أتوا من جارميان، لذلك أردت أن أتي من أجل مساعدتكم. أهلا سيدة مالهون. أهلا بك، تفضلي. كأنك تنظرين بفضول، دعيني أذهب فضولك. أنا ابنة السيد الكيزيل، ابنة السيد أمور، زوجة السيد عثمان. السيدة مالهون. إنها زوجة السيد عثمان إذن. حقا. يا لجمالها، ما شاء الله. ما شاء الله. ليرضى الله عنك يا سيدتي. السيد عثمان محظوظ جدا. تستطيعن المجيء إلي إن احتجتنا شيئا، لا تترددني. شكرا. 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 سليم. سليم. ليرضى الله عنك. ليرضى الله عنك. ليرضى الله عنك يا سيدي. وفقك الله. أهلا يا سيدة جونجا. أهلا بك. هل وصل القماش؟ وصل. إنه رائع. هل أعجبكم القماش الذي قدمته لزفاف السيد عثمان؟ زويا أتت اليوم، مساعدة سيدتي مالهم، كان عليك أن تسألها. ألم تأتي اليوم؟ لم أغادر الدكان طوال اليوم ولم تأتي إلي.